مجموعة تاني من جديد. اسلام عوض، اسلام عوض، اسلام عوض، يدخل منطقة الجزاء، حكم اللقاء يقول لا شيء. استحواذ من لعيبة انبي على الكرة والحكم قريب جدا جدا. تاني من جديد على طول صالح جمعة، عايزين يخلقوا مساحة ولكن على طول الكرة برة ناحية اليمين. رمي التماس لصالح نادي الزمالك، ادي اسلام عوض. على فكرة دي اعاقة وضربة جزاء، بص دي الراجل ما راحش للكرة وعمل اعاقة بتلاحم، تبقى مش اعاقة اوبستراكشن غير مباشرة، لا ده اوبستراكشن. طالما حصل التلاحم بهذا الشكل واللعيب ما راحش للكوره ابدا ولا عنده النيه انه يروح للكوره، تتحول من ضربه حره غير مباشره الى ضربه حره مباشره وتصبح ضربه جزاء. اذا نادي الزمالك ضربه جزاء صحيحه لم تحفي اللعبه الاخيره. تاني من جديد عبد الشافي، ولكن الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. علي لطفي له دور كبير جدا في